اليوم اجت لعنا مس رانيا، بتعاني من تساقط في الشعر وبتعاني من شحوب في البشرة وفي تصبغات جلدية في منطقة الخدين ومنطقة الجبين. نحن هي بنعملها جلسة بي ار بي لمعالجة تساقط الشعر وشحوب البشرة. رح نبدأ أول شيء بتخدير فروة الرأس. مدة وضع المخدر هي عبارة من 15 إلى 20 دقيقة. وهلأ بدنا نحط المخدر الموضعي في المناطق اللي بدنا نحقن فيها البلازما. طبعاً إحنا هون عم نحط شرائح بلاستيكية مشان نضمن امتصاص المخدر من الجلد، وبالتالي يخفف الألم، ألم الحقن عن البشرة. First of all, we will withdraw blood. We will withdraw anticoagulant. We will take 1.5 cc. Give me your hand. رح نسحب تقريبا ما يعادل 9 ملي دم. طبعا نحن بعد ما سحبنا الدم حطيناه بالسنترفيوج بيطلع عنا البلازما بالشكل هذا. نحن we will refill it with 1 cc insulin syringes بحيث انه يكون السن تبعها رفيع جدا وخفيف وما بحسس المريض بالالم. طبعا بالنسبه للبي ار بي يوقف تساقط الشعر بشكل كامل وبيعمل اعاده احياء ونمو للشعر من جديد. طبعا بالاضافه لانه بيزود من سمك الشعره وبيعطي حيويه وقوه للشعر نفسه. طبعا بالنسبه لتساقط الشعر، تساقط الشعر له عده اسباب، منها الاسباب الوراثيه، ومنها بالنسبه للرجال، ومنها بالنسبه للنساء اللي هو اختلال في الهرمونات نتيجه ممكن يكون حمل، ولاده، رضاعه، كونتراسيبتيف بيلز، تريتمنت الفيزيائي اللي ممكن تستخدمه السيده في الصالون. طبعا رانيا باين وملاحظ انه في عندها هايبر بيجمنتيشن، فنحن بنعالج الهايبر بيجمنتيشن من خلال البلازما بالشكل هذا. طبعا بالنسبه للميزوثيرابي والبي ار بي بيعمل نضارة وبيعمل إشراقة للبشرة، وتقريبا البروسيس هي تبعت الهايبر بيجمنتيشن احنا بنعملها المفروض تكون 4 to 6 sessions. بين السيشن والسيشن عبارة عن أسبوع. طبعا هلا رانيا خلصت الفيشل انجكشن، من بكره الصبح بيبدا المفعول تبع الميزوثيرابي اللي عملناه.